كلف المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محلب برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة. والتقى منصور ظهر اليوم محلب في قصر الاتحادية الرئاسي لتكليفه برئاسة الوزراء وبدأ مشاورات اختيار من يتم إسناد حقائب وزارية إليهم. وقالت مصادر مطلعة إن عددا كبيرا من وزراء حكومة الدكتور حازم الببلاوي المستقيلة سيبقون في مناصبهم. استقبل السيد الرئيس عدلي منصور منذ قليل بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة السيد المهندس إبراهيم محلب وكلف سيادته بتشكيل الحكومة الجديدة. وقد استعرض السيد الرئيس أثناء اللقاء أولويات المرحلة المقبلة التي ستطلع الحكومة بتنفيذها، وفي مقدمتها استحقاقات خارطة المستقبل الباقية، فضلا عن العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري وما يرتبط بها من تحقيق آماله وطموحاته المشروعة في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو. استقبلني السيد رئيس الجمهورية سيادة المستشار عدلي منصور ويكلفني بتشكيل الحكومة الجديدة. سيادته الحقيقة استعرض الأولويات اللي الحكومة المفروض تبدأ في تنفيذها وفورا، ضمن أمور أخرى يمكن كان على رأس الأولويات الاستحقاقات واستكمال خارطة الطريقة، وسعادته شدد عليها بتوفير المناخ الملائم لاستكمال خارطة الطريق خارطة المستقبل. أكد سيادته على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين المصريين وعلى موضوع الخدمات بالذات، يعني موضوع الخدمات وتيسير الحياة للمواطن المصري. الأمن كان على رأس هذه الموضوعات، الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد، دحر الإرهاب، لأن ده هو اللي هيهيئ الطريق للاستثمار وعودة السياحة. إن شاء الله الانتخابات الرئاسية بإذن الله ستمر وسيتم تنفيذها في الجو الملائم من الأمن والأمان والشفافية والاستقرار، ونكمل الطريق إن شاء الله لمجلس نواب يمثل شعب مصر.